بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامجكم المميز دائما الأهلي الليلة. فقرات النهاردة مختلفة شوية، دايما بنبدأ من بدري ومعنا يعني كل الزملاء الأعزاء، نعمل عدد من الفقرات، لكن طبعا كان في ملعب الأهلي يعني بقيادة النجم كابتن سيد عبد الحفيظ، وطبعا انتهوا من المباراة. لكن زي ما انتم عارفين في الأهلي الليلة كل أربع في حدوتة، شكل حدوتة جديدة كل أربع، لكن النجم ثابت ما بيتغيرش. بستمتع انا وانتو دايما بالنجم الكبير الكابتن علاء مهوب، شرفنا ومنورنا كابتن. اهلا بيك يا هاب، انا بستمتع بيك وبستمتع ان انا ابقى مع جماهير النادي الاهلي الجميله، انا بعشقها بصراحه. مالك ايه، متضايق من ايه؟ خالص زي الفل. لا لا لا، الشده بتاع الماتش، شده الماتش النهارده غريبه شويه دي، لكن بس الواناتك دي الحمد لله. اتفضل يا هاب. الوانات دي حلوه. اتفضل يا هاب. والله والله اتفضل حالا يعني. هنبدا يعني؟ يلا بينا. طيب طبعا زي ما قلت لي الفتره اللي فاتت، قلت لي مباراه وفاق الصيف انا مش خايف منها، وفي القاهره احنا دايما بتذكر الناس وقفنا فين وبنبدا منين. الاهلي هيكسب اثنين وهم الاثنين، واللي جاي صعب، وانا خايف على الاهلي من الاصابات وتلاحم المباريات. يبدو ان انت كل اسبوع بتسيب لي جمله باجي اكملها. ليه جملتك اللي شددت عليها خايف على الاهلي من الالتحامات، خايف على الاهلي من ضغط المباريات، حاسس ان كان في اصابات هتيجي؟ عشان ضغط المباراه كان كبير جدا، ومش ضغط مباراه بس، دايما لعيبه النادي الاهلي بقى الضغط عليها زياده شويه. زي ما بقول لك دايما ضغط مباريات، مش ضغط مباريات بس، مباريات انت مطالب انك تكسب، وتكسب عايز تعمل عرض كويس، والمباريات ورا بعض على طول، المباريات كتير جدا. وبعدين ما شاء الله لعيبتك، لو بصيت مثلا النهارده يا ايهاب، منتخب مصر، منتخب اولمبي، واصابات، كميه اصابات مش طبيعيه كتير جدا. ما مش عايز اتكلم فيها كده عشان الناس تقول اسبابها ايه ومش اسبابها ايه، بتخش في مواضيع كده بعيد شويه، لكن هي بتحصل على فكره. بتيجي عليك كده ورجعت بكل سنه كده، بتيجي عليك يعني شهر او اسبوع ولا حاجه، تلاقي اصابات مش طبيعيه للعيبه مع بعض، تلاحم بالظبط يا هاب. فهم الناس تقول لك لا اكيد في حاجه غلط، في حاجه لا هو ما فيش حاجه خالص خالص، الجهاز الطبي لا، مدرب خالص لا لا لا، ما فيش لا حاجه. طبعا النادي الاهلي الحمد لله ما شاء الله جهازه ما فيهوش غلطه، ما شاء الله كلهم بيشتغلوا صح، وكلهم مجموعه واحده، وكلهم بيشتغلوا باحدث اسس علميه موجوده. يعني عايز اقول لك ان ما ينفعش في تمرين بتبدا يا ايهاب غير لما مستر كارترون بيقعد مع الجهاز الطبي كله ومع الجهاز كله للنادي الاهلي، بيشوف حاله الاصابات ايه، اللي بيطمن ده هيرجع امتى، ده مش هيرجع امتى، بيراجع كل الحمل التدريب اللي حصل الاسبوع، او حال اللي هيحصل الاسبوع الجاي، او يحصل اليومين الجايين، ويحط الماتشات، فاهم؟ فلا كل حاجه معموله صح، لكن بيحصل انك بيجي لك وقت اصابات كتير، لكن برغم كل الاصابات وارتباطات لعيبتك وكل ده، لكن تقول ايه الحمد لله ان لسه برضه انت عندك لعيبه النادي الاهلي، عندك الحمد لله. لما نيجي نتكلم مباراه النهارده لو يعني هنعرف نتكلم عليها، مش معاك بالترتيب. ما انا بقول لك لما نتكلم عليها. يبقى انا هبدا الطبيعي من مباراه الاتحاد، ومباراه ما اعرفش بقى نتيجتها كانت بالنسبه لك مفاجاه، ولا كنت متوقع يحصل دروب، وهل لو كنت متوقع كنت تتوقع دروب برباعيه؟ قبل ما نبدا نتكلم عن المباراه لازم حاجه مهمه، نبارك لجماهير الاتحاد وجهازه الفني وجهازه الاداري ورئيس النادي وكل اعضاء. ده مبدئيا لازم نعمل دي. تمام. مبروك على ثلاث نقاط مهمين جدا، وكابتن حلمي طبعا وجهازه مهمين جدا، ثلاث نقاط للاتحاد. على الجانب الاخر بقول الاهلي خسر ثلاث نقاط غير مستحقه. يعني الاهلي في المباراه دي ما يستحقش الهزيمه. ممكن الاداء ما يكونش الاداء الحلو قوي، لكن انت لو شفت المباراه ايهاب اكيد شفتها طبعا، كم فرص ضايع كتير قوي من الاهلي، اربع فرص او خمس فرص من الاتحاد بيسجل منها. كويس، هو ده التوفيق من عدم التوفيق. في توفيق بس الاتحاد انا اللي بروح وانا اللي دايما بزيد، انت مش يعني مش قادر تجيبني، ما بتجيبني بفرق، ما بتجيبني بالظبط، لكن حتى وبالتالي ما بيحصلش مره واثنين وثلاثه مع الاهلي في مباراه. ما هو ده لما حتى لما بيفرق معاك ثلاثه، لما فرق معاك 3-1 انت بتحاول تحصل، كل ما تحاول تحصل وغصب عنك بيحصل هدف. في اخطاء على فكره، عشان بس ما نقولش ان احنا كنا ممتازين في المباراه، لا في اخطاء، واخطاء دفاعيه كتير جدا، واكيد مستر كارترون بيتكلم فيها وهيتكلم فيها. لكن اللي انا بقول لك عليه، رغم كل الاخطاء دي يا ايهاب، لو اهدافك اللي انت جات لك او الفرص اللي جات لك اتحققت ما كنتش هتخسر المباراه، رغم كل اللي بقول لك عليه ده من اخطاء في اليوم ده، لكن كنت ممكن تطلع كسبان. لكن هو زي ما بقول لك واضح ان كان لازم يحصل حاجه، يحصل دروب اللي انت بتتكلم عليه، مباراه كده تقع منك اللي هو عندك تفسير فضل. ان بدايه مباراه الاتحاد وبدايه الترسانه الاهلي يدخل فيها هدف مبكر؟ لا، مع دي غريبه،
ماتشين ورا بعض بالظبط وهدف مبكر. لا ما انا عايز اقف عند نقط، انا معاك كابتن علاء ميوب قول يعني لازم ادي له حاجه زي كده. انا نفسي مع يعني عايز لها تفسير، مباراتين ورا بعض، مباراه بتلعب تعتبر بالتشكيل الاساسي ومباراه بتلعب بالتشكيل البدلاء، وان كنت كلمه البدلاء ما بحبش اسمعها في النادي الاهلي، ولكن بتلعب في مباراتين ورا بعض، مباراه في الدوري ومباراه في الكاس، وفي كلا المباراتين هدف مبكر في النادي عشان انت بادئ كسلان مش بدايتك. دايما احنا بنتكلم على البدايات يا ايهاب، بقول لك الاهلي بادئ النهارده ضاغط، الاهلي هو اللي عايز يكسب، الاهلي بيدور على هدف. حتى مباراه ترسانه النهارده مع كل احترام والتقدير لترسانه، مباراه هايله النهارده بصراحه، بادئ بيلعب ضغط عالي عليك بالظبط. كابتن احمد ابو مسلم كان مكان حضرتك امبارح بقول له كابتن كشري لازم يدي ثقه للعيبته، اول خمس دقائق هيلعب ضغط عالي، فقال لي استحاله مش هيطلع من نص الملعب. هو عارف لعب عليك ضغط عالي ليه؟ هو ايه اللي هيخسره النهارده كشري؟ ولا حاجه، هو مش خسران حاجه، عشان كده بيلعب اقصى حاجه مع النادي الاهلي، ضغط عليك ضغط عليك من قدام خالص. مظبوط. حته ان هو جاب هدف بعملك صد لك صعوبات، لعيبتك النهارده فتره طويله قوي ودي عليها وقفه، ان هو عشان يخش في المباراه كميه اخطاء في التمرير يا ايهاب لو جمعتها النهارده تطلع اخطاء موسم كامل في مباراه واحده بس، ودي كانت العلامه اللي واضحه النهارده ولا على الاتحاد؟ النهارده. طب النهارده ممكن نقول ان التيم مش متجانس، اول مره يلعبوا مع بعض كويس، مش واخدين على بعض، مفيش التجانس، فبالتالي انت لو بصيت يا كابتن يعني لخط الظهر، لو بدانا من اكرم توفيق، احمد علاء، حمود الجزار، صبر رحيل، يعني مش ما لو امرهم لعب مع بعض لعيبه بنقول انهم عليهم لعيبه كويسين ومميزين، ولكن ما لعبوش مع بعض خالص، ما خدوش ماتش مع بعض. اللي هيلعبهم قدام هشام محمد وكريم ندفد يعني ما لعبوش مع بعض، مؤمن زكريا، محمد شريف، احمد حمدي، بص قدامهم احمد ياسر، يعني التيم كله كابتن ما لعبش مع بعض. طب احنا متفقين على حاجه، حته التجانس مش موجوده، ماشي خليها على جنب، ودي مش سهله في كره القدم، مش سهله طبعا، لا اكيد مش سهله، لكن انا بقول لك حته التمرير النهارده، الاستلام والتمرير مش موجوده برضه، الاساسيات الحساسيه دي مش موجوده، ماشي. يعني دي حتى لو في التمرين مش تعمل اخطاء بتاع النهارده. الوحيد اللي كان بيحاول وكده محمد شريف وهدافين النهارده، واللي على فكره لازم اشيد بيه ان هو في حاجه حلوه في 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 محمد، بيحاول كل حتى لو يلعب دقيقه يا ايهاب بيحاول يستغل الدقيقه دي، لعيب كويس بيبان يا كابتن بالظبط، عايز هو عارف هو عايز ياخد فرصه، عشان كده كل دقيقه بيلعبها بيحاول، عشان كده سبحان الله النهارده هدفين، المباراه اللي فاتت لما نزل هدف، فلا هو بيحاول يستغل كل حاجه كل ثانيه. ربما الناس يا كابتن بتحس ان اهداف شريف سهله، لا بيلاقيها قدامه، لا انا بفصل لك الناس، لكن بالعكس انه يتواجد في المكان وبيروح وبيتابع وعنده اصرار انه يقف هنا ويستنى الكره هنا، دي قمه الابداع. لا 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 هو بقول لك، لا لا هو بصراحه مجتهد جدا ومميز جدا الفتره اللي فاتت دي، وعايز يستغل اي فرصه عشان عايز يلعب في النادي الاهلي، هو عارف ان صعب جدا يبقى ليه مكان، عشان كده بيحارب. الكلام ده بنقوله هنا، عشان توصل وتلعب في النادي الاهلي حاجه مش سهله، لكن بالمنظر اللي بيلعب بيه شريف ده، لا اعتقد ان هيبقى ليه وضع مميز الفتره القادمه، لكن زي ما بقول لك انا لسه مصمم على كلامي. انا عاجبني ان انت عامل ميكس بين الماتشين، عشان هو بيرجو هيتعب معانا النهارده، معلش يا برجاوي، معلش يا برجاوي، لكن حلو هقول لك حاجه، لانك انت بتضيع وقت كتير قوي عشان تخش في مباراه، خليني هركزك في الاتحاد شويه، مباراه الاتحاد ضيعت وقت كتير تخش في مباراه الاتحاد، يعني مش بدايتك، مش اللي انت مسيطر، اللي انت دايما انت الاخضر، انت اللي بتحاول، لا هدف خطا دفاعي بتحاول تتعادل، هدف تاني فاهم كلها، لكن هو في حاجه، في عملية توفيق كبيرة جدا للعيبة الاتحاد، وعلى فكرة دي مش عيب في كرة القدم، كرة القدم بيقول لك يا سلام لو عندي توفيق النهاردة. لكن لعيبة الأهلي بتحاول تتعادل، بتحاول تتعادل، عشان تحاول تتعادل، أصل أنت بتعمل إيه يا إيهاب؟ أنت عايز تتعادل وبتدور على مكسب، عشان كده أنت جات عليك فترة كنت بتلعب يعني بلعب مفتوح تماما. عشان كده حتة الأهداف كانت بتيجي على طول. طب أقول لك على حاجة برضه وإحنا بنربط كده، هل الأهلي كان أكثر توفيقا امام حريه كوناكري وفاق سطيف؟ طبعا طبعا، ومع اننا كان مع ان احنا ايه انتقدنا الاهداف اللي كانت ضايعه في وفاق سطيف، قلت حتى لو الامور ماشيه كويس قوي كانت تبقى 4-5 كنت خلصت المباراه، لكن هي بتيجي كده اوقات بتبقى ايه مش قافله معاك، لكن بتبقى الاهداف شحيحه قوي، عكس المنافس بتاعك يروح باربع فرص يجيب اربع تول، هي كره القدم كده، بيبقى لازم في سبب، السبب ان هو مباراه خسرتها مباراه الاتحاد، في حاجه حصلت غلط، عشان كده انت اتعاقبت من المباراه، اتعاقبت 3 نقاط انت كنت امثل حاجه فيهم. ايه الغلط اللي حصل؟ الغلط زي ما بقول لك، بدايات
مش كويسه، تركيز مش عالي في الملعب، ساب مساحات للعيبه الاتحاد اللي بيلعب على مساحه. كابتن حلمي قاف في نص الملعب وعامل زحمه جامده جدا، والاتحاد بصراحه ادوها بامتياز ولعب على هجمات مرتده وعلى الثلاثي اللي قدام اللي عندهم حته السرعه وحته الاهداف، وطبعا على راسهم خالد قمر استغلها كويس قوي واشتغل عليها طول الاسبوع. وحتى كان بيتكلم قال لك انا شغلت نظري وشغلت عملي، هو دي ميسي كابتن حلمي، اشتغل كتير قوي. سؤال حاجه ذكيه جدا، هو طريقه لعبه كابتن ما اعرفش تفهم معاه ولا تختلف، قفل على الاثنين الديفندرين بالظبط، ضغط عليهم من الظهرين بتوعه، خلى تركيزك ما فيش تلعب الكره الطوليه البالونيه الطويله مش بتاعتك، فخلاص فارباك لخط نص ما فيش لان حتى ولعلم ان الهدف اللي جابه مروان كره طوليه من كلوبالي لكن تقديرهم برضه حته المساحه اللي هي كانت عندهم دايما مشكله في الاتحاد، مروان لحق جاب هدف. الميزه بقى في الكام مباراه اللي فات دول اهداف وليد بايه؟ بالهيد. انا اكتشفت وليد، انا ما اعرفش ليه بيلعب دماغه كويس كده، يعني مباراتين ورا بعض عنده حساسيه مش اي مش هو مش لازم حته الطول، لكن هو عنده حته التوقيت كويس قوي، بيعرف يروح المكان اللي غالبا عمره ما لعب فيه وليد، لكن هو الحته دي او الحته الجديده بيلعب فيها وليد فيرو الثاني متفوق فيها متفوق. عشان كده هو مش عارف، يعني مش عارف يروح المنتخب، ما اعرفش هنروح للمنتخب. والله انا سايبك سايق عمال تطلع من هنا تخش. لا اصل في حاجات ما ينفعش ما تتكلمش عليها. يعني اصل انا عز عليا قوي واحد بشوف المستوى ده وايه يعني، هو كمان بيلعب كل مباراه مباراه، مش فارق معاه ما يروحش المنتخب، بيلعب نمسك الخشب قوه واداء ما شاء الله. لا روح مش طبيعيه واداء، ومفيش حد يقول لي سن ولا حاجه. هل الكابتن حلمي طولان تعمد ان يكون في يعني نوع من مش المراقبه الفرديه، اللعب خشن شويه مع وليد سليمان، يعني نور السيد واخد تعليمات ان هو يبقى خشن شويه على وليد، ولا دي طبيعه لاعب؟ لا مش طبيعة. مش تعليمات جهاز. لا نتكلم ايه نتكلم طيب انا قوي لا مش طبيعه هو مش طبيعه نور لان نور من اللعيبه اللي كل هو بيلعب راجل وكل حاجه بس وكل بس كان فضل. انا اسف مؤذي في المباراه دي، هو كان يعني رجوله بس بزياده شويه لان كابتن حلمي متاكد من حاجه، اللي هيعمل الفرق الهجومي لعيبه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي هو وليد. وده ذكاء من كابتن حلمي على فكره، مش عيب انك تعرف نقاط القوه تخوف اللعيب اللي قدامك ونقاط القوه الفريق الثاني وتقدر تلعب عليها. هو متاكد ان اللي هيعمل الفرق في المباراه دي وليد، فضحى بالايه؟ باللعيب اللي هو بيلعب فرقته كلها، يعني اللي بيلعب فرقه الاتحاد هو نور. نور هو اللي بيلعب فرقه الاتحاد، فضحى بنور، هو مش عايز يصنع لعب مع الاهلي، هو عايز يحد من خطوره النادي الاهلي، فخلى نور مع وليد، اثنين ممكن جسم واحد اسرين مع بعض لكن لازم نتكلم، نور كان اكثر خشونه مع وليد، مش لاعب نور لا، اكثر خشونه، يعني واخد تعليمات يدوس شويه يعني؟ يعني من غير ايذاء، لكن هو اكثر لا ما قصدش الايذاء، احنا قلنا يبقى كانت في خشونه زايده شويه، وربما يتنرفز وليد يضرب كوره ورا الحكم بتاع. هو واضح ان كان في تعليمات خاصه بين كابتن حلمي ونور لوحدهم خالص، لو دوست على وليد لعبت عليه مان شويه وليد شديد شويه خشن ممكن شويه ممكن يضربك بكوع يخبطك، ممكن الامور تفرق الحكم يعني. لكن هو فكر في كده، كان ممكن يفكر في اي حد تاني على فكره غير نور، ما يضحيش بالبلاي ميكر بتاعه زي ما بيقولوا، لكن هو ضحى بنور نفسه عشان يلعب مع وليد ومعاه في كل الملعب. مباراه الاتحاد كان موفق، الاهلي ما كانش موفق، لكن ما فيش شك ان اربع اهداف من الاتحاد هزيمه كبيره، والاتحاد طالما قدر يحقق اربع اهداف فالاهلي يستحق المكسب وكل حاجه. لكن هل يا كابتن رباعيات النادي الاهلي والفوز اللي قبل مباراه الاتحاد خلى عدد كبير قوي من الاخطاء ما تبانش؟ يعني هل والاهلي كان بيكسب رباعيات كان كل الصفوف تمام، ولا كانت في بعض الاخطاء ولكن الفوز والنتيجه العاليه يعني بتخلي الامور تمشي؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه مباريات ورا بعض فبتلحقش تخرج مباراه تخش مباراه، ودي بطوله ودي بطوله، فانت مش عارف حتى تفصل اللي هو تعمل تعرف اخطاء، الاخطاء اللي كانت في المباراه السابقه ايه وابدا اشتغل عليها. عشان كده بقول لك المباريات ورا بعض كتير قوي دي عملت ضرت النادي الاهلي، هو يعني ضرت النادي الاهلي اكتر من بطوله، حته اصابات كتير قوي في اللعيبه، حتى المدير الفني مش قادر يصحح اخطائهم ان ما عندوش وقت. مشاركه في البطوله العربيه كانت قرار صائب، مش عارف يعني واصل صعب النادي الاهلي مش بطوله عربيه، تحس ان هو اللي منور البطوله دي، وصعب بطوله عربيه وصعب ما يبقاش في الكاس لا اصل بص هي دي ضريبه
ضريبه اللي بيدفعها النادي الاهلي الاسم الكبير قوي ده، هي دي الضريبه اللي بيدفعها. ما ينفعش بطوله عربيه من غير اسم النادي الاهلي، انت مضطر تخش فيها، صعبه، انت اللي بتنور البطوله دي، انت الاسم موجود في البطوله دي، اسم كويس. كبير مع احترام كل الانديه اكيد طبعا. بدلاء الاهلي محتاجين وقفه بعضهم من غير اسامي، في الناس لا من غير اسامي من النهارده في ناس ما استغلتش الفرصه. ماشي انا معاك، ما فيش مباريات كتير، ما فيش انسجام، ما فيش ماشي، ربما هو بيحسش برضو بالاهتمام في التدريب لان هو شايف نفسه لاعب مش اساسي. ماشي خلاص، جات لك الفرصه النهارده. دايما بقول لك لعيب الكوره في حاجه بيملكها في ايده حتى لو ما بيلعبش. كنتوا بتعملوا حاجه يا كابتن في فترات وانت كنت في الجهاز الفني، تاني يوم الماتش بتبقى محدد ماتش ودي، كنتوا بتعملوه كتير قوي، بتلعبوا اللعيبه اللي ما بتلعبش، بتلعبوا اللعيبه البدلاء، ده كنتوا بتعملوه. دي ده حل حلو يعني، كان عندك وقت اهي. ما هو ده حل والناس كلها عارفاه، لكن هات الوقت. انت ما عندكش وقت، هي دي المشكله، ما عندكش وقت تعمل تتكلم عليه انت، ده اول حاجه صحيه جدا. لكن زي ما بقول لك، في النهارده ناس استثمرت الفرصه وفي ناس لا. زي مين استثمر الفرصه؟ زي شريف النهارده استثمر الفرصه، بياكد استثماره الفرصه بالظبط، اللي هو لا انا لو اعتمدت عليا كراجل اساسي في النادي الاهلي لا انا موجود، مفيش اي مشكله خالص. الشيخ النهارده مفيش، خمس دقايق كان هدف. الجزار واضح النهارده برضو نوعا ما كويس، النهارده بيحاول يستغل الفرصه. في بعض اللعيبه اتفضل مين كان نفسك بقى يستثمر الفرصه؟ ما مش عايز بقول اسامي انت فاهم، لكن الغالبيه كان انا كنت بتمنى الشكل احمد حمدي. من اكتر لعيبه انا يعني زعلان وزعلان عليه وزعلان منه اساسا. لان لعيب يعني لعيب اولا لعيب كوره هايل، ومن سنه او اتنين كنا بنقول لازم يبقى موجود، ده واقف على رجله قوي، وفي الامارات في المعسكر احسن لاعب في مباراه الاهلي والصفاقسي، ولاعب بيأدي بشكل كبير. في حاله انكسار عند هذا اللاعب، انا بقولها كده على الملأ يعني، في حاله انكسار عند اللاعب ده تحس انه مش هو، هو منكسر، هو مش واخد ثقه في نفسه، هو تراجع عشان ما بيلعبش. مش ده احمد حمدي، ماشي ده مش خالص. انا عارف احمد حمدي نايم نشيل يعني. لما كابتن في ناس بتقول انتوا بتقعدوا تقولوا عليه كلام كتير، اما بنشوفه ما بيديناش المردود ده، لكن هو لعيب كبير قوي وانا شفته كتير قوي. انا ساعات كنت بسلم عليه في التمرين كده احسه طالع هو مش مبسوط. ما انت ما بتقولش الكلام ده ولا انا بقول من فراغ، لانك شايف وانا طبعا عارفه من زمان. لكن هو حتى بص حتى لو هو حاسس ان هو مش واخد فرصته او لازم ياخد فرص اكتر من كده، ما ينفعش حته الانكسار ده. انت لعيب صغير، ابدا اشتغل تمرين كل يوم، اشتغل لحد ما تيجي اللحظه اللي بتاعت النهارده. ما دي فرصه يا اهاب، ما ديش فرصه. وبدا الماتش حلو، بدا عمل كورتين حلوين، بس لكن بعد كده اخطاء كتير جدا. وده اللي العالم وزن برضه، ربما انا عايز استغل الفرصه غلط يعني، يبقى عايز اعمل كل حاجه لا. بس كده انا امكانياتي عاليه جدا بالظبط، وانا ما عنديش حاسه الملعب بقالي فتره فعايز اعمل كل حاجه، فانا شايفها سهله لا ده بتبقى صعبه قوي لا، وعايز اعمل كل حاجه فدي صعبه في كره القدم. لكن هو صغير لسه بيتعلم لسه. لكن هو طبعا من لعيب مبشر جدا 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 اكيد يعني. في لعيب خبره ولعيب كبير مؤمن زكريا، والمباريات اللي فاتت كلها مشتت بس. طب ما تجددوا له يا كابتن ما ان شاء الله هيتجدد. هو مؤمن يعني، مؤمن نوعا ما مشتت، وبرده حته انسجامه النهارده مع كل العناصر اللي حواليه دي مش هو يعني مؤمن. هو بعيدا عن التجديد بصراحه عايز اقول ان مؤمن لعيب كبير قوي طبعا. يعني مهما في تجديد او ايا كانت الامور، او في مفاوضات، او في ماتشات مهمه، اكيد هو عنده من الخبرات اللي يبقى في حته تانية خالص. ماتش زي بتاع النهارده المفروض مؤمن في الملعب ماتش يخلص بسهوله. لكن هو في نقطه اهي برضه، حته الانسجام بقى ممكن تاثر على واحد زي مؤمن. هي دي ممكن تاثر على واحد زي مؤمن اول النهارده، حته الانسجام مش موجوده من اللي حواليه. لكن هو مباراه وعدت بسلبياتها الكتير، عامه في اوقات كده السلبيات الكتير قوي دي بتبقى كويس، انت كمدير فني تبقى حاجه كويسه ليك. انت حققت الهدف بالظبط، يدخل فيك اربع اهداف، وفي المباراه الثانيه علامه استفهام كبيره جدا. ثلاث اهداف لا مش مع نادي الاهلي، لا واقفه ده النادي الاهلي طبعا. ما انا بقول لك علامه استفهام النادي الاهلي، علامه استفهام كبيره جدا، ولازم اكيد معالجه، ومش لازم واحد بس اللي اخطا، استحاله. الهدف مش من خطا واحد لوحده لا، هي بتبقى تحمل كل الفرقه كلها، ومش خط واحد على فكره. يقول لك اسم مدافعين ايه، ما في ناس في نص الملعب لازم هي الكره دي ما تعديش، لازم في ناس الثلاثه اللي قدامهم، في كذا حاجه. عشان كده بقول لك الخطا بيشمل الفرقه كلها طبعا، ما ينفعش اخلي الخطا على واحد بس. علي لطفي حارس مميز، ولكن فكره الدفع بيه في هذا التوقيت في مباراتين صعبين جدا، مباراه رباعيه ومباراه يعني فيها هدفين، فالامور ممكن الناس تحكم عليه بشكل كبير، وممكن يجيله شكل من الاحباط في الوقت اللي انت بتجهزه خططيا، لان شريف موقوف ماتشين، لو حصل اي حاجه للشناوي بتلعبه، هي معادله صعبه بكل المقاييس. لكن هو كده كسب علي لطفي ولا خسر علي لطفي؟ لا
انا شايف ان هو كسب علي لطفي حتى لو الاهداف دخلت فيه كده، لكن هو كسب علي لطفي. وان علي لطفي خد بالك برده انت كحارس مرمى بتتفاجئ ان انت اللي موجود وانت اللي هتلعب، انك عارف ان في شناوي المفروض يبقى شريف، شريف اتوقف، فدي بتبقى بالنسبه لك انت مفاجاه بالنسبه لك انت. وبعدين علي فرصه برده بالظبط، لكن علي المركز الوحيد يا اهاب اللي لازم تصبر عليه هو حارس المرمى. لازم انه بعيد على الثلاث خشبيات، ثلاث خشبات احساس ثاني خالص. بس طبعا الوقفه تحت المركز ده ما يجيبوش تمن هي ماتشات، لا بالظبط برافو عليه. الوقفه تحت الجول كده لا بتبقاش حاجه، بتبقاش حاجه سهله، عشان كده هو بعيد بقاله فتره. لكن هو طبعا حارس مميز جدا 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 بوجود ان هو موجود في النادي الاهلي. طبعا طبعا فرص كتير وهمات كتير. ريان طبعا ريان رايك في ايه وانت عارفه بقى مقطع الناشئين؟ مقطع الناشئين برضو ده النهارده ريان برضو في كره الكره اللي انفرد بيها خايف تبقى قله ثقه، حته ثقه خصوصا في المكان ده، المكان ده عشان ياخد الثقه كلها هدف. لكن هو كامكانيات لعيب كان بيتحرك ككل الحاجات دي لا طبعا لعيب مبشر جدا ومميز جدا، لكن محتاج يعني محتاج حظه وحش برضه مؤمن يعني بص ممكن تبقى جول، لكن هو محتاج لعبه كتير قوي، محتاج النهارده لو جاب هدف ريان كنت تلاقي الموضوع مختلف خالص. هو ده برضه من الاماكن اللي زي ما بنتكلم على حراس المرمى بتتكلم على راس الحربه، هو حياته كلها واللي بيعيش عليها هو يحرز هدف زي حارس المرمى بالظبط. فرق مع تيم الاهلي النهارده كله مع البدلاء هدف الترسانه المبكر جدا النهارده بلخبط يعني حسابات التيم كله بما فيهم كل لاعب يعمل ايه يلعب ازاي، هدف مبكر بيربك الدنيا اكتر. بص يا هاب انت النهارده لاعب مباراه ناس بقالها كتير ما بتلعبش، ضغط الماتش نفسه عايز اثبت نفسي، انت كلاعب كوره بقالك فتره ما بتلعبش انت اوريدي نازل مضغوط عليك ضغوطات، فما بالك كمان باول مباراه هدف انت متاخر هدف اللي هو معقول احنا هنبقى السبب النادي الاهلي يخرج من الكاس. كل الافكار دي دارت في دماغ اللعيبه دي في معظم اللعيبه دي في معظمها، لان في ناس كانت موجوده كبيره تعرف تتحكم نفسها، لكن معظم اللعيبه اللي كانت بتلعب النهارده دي يقول لك معقول احنا هنخرج الاهلي من الكاس، فده ضغط تاني خرجه بره المباراه تماما. فهو هدف مبكر خلى ترسانه عليت قوي وخلت لعيبه الاهلي بدري. مش نزلوا اكتر ما هم اتشتتوا اكتر في تشتيت، حاله تشتيت حصلت. هدف ده بقى يعني الهدف الثاني للترسانه غريب، لا ده يعني ممكن اقول لك ده يسال عليه علي. يعني علي صبري كان لازم يبقى اسرع من كده على الكوره، لكن دي علي كان لازم النزول يبقى اسرع من كده شويه، يعني زي ما بنتكلم بعد عن مباريات، لكن دي اعتقد بالنسبه لعلي سهله. وهو حتى لما الكاميرا جت عليه بعد الهدف ده تحس هو بيلوم نفسه لان هي بالنسبه لعلي كوره سهله جدا، خبرات بس هي كوره سهله يعني هي بالنسبه لعلي ان متطرفه لا اعتقد علي بتاعته. سهله لا سهله بقول لك لو جت حتى الكاميرا تحس ان علي بيلوم نفسه وده طبيعي جدا يعني. ما توقعش انها تشاط مباشره بالشكل ده ربما يكون يعني لا كان لسه بيفكر يظبط نفسه في وقفته، لكن هي عارفه طبيعي انا اي حارس مرمى اخطاء دي بتبقى وارده جدا. لكن لما بنتكلم على الـ على الـ على الـ على الاجابات ان علي بقى كتير ما بيلعبش وكده، دي الحاجه السلبيه بالنسبه لعلي. حته البعد عن مباراه كمان مأثره قوي يا اهاب للمره مليون خصوصا على حارس المرمى، لكن هدف ترسانة مبكر قلب موازين معظم اللعيبه كانت موجوده النهارده. مش موازين في حاجه اكتر ما هو تفكير، بس انت متخيل ان لعيب الكوره احنا دايما بنقول لك لعيب الكوره لما بينزل الملعب ما تفكرش في حاجه غير اللي اتقال لك وتحاول تنفذه في الملعب، ما تفكرش غير في كده. فتخيل انت بتفكر ان انا الاهلي ممكن يخرج النهارده واحنا اللي بنلعب النهارده اول مباراه، مليون تفكير في دماغك كلاعب كوره، فمش مشكله. في لعيب بيلعب معاك في اي موقع في الملعب يديلك بشكل معين، وفي لعيب انت بتامل منه ان يديك في مكان جديد عليه. اكرم تقيمه ازاي في مركز الظهير الايمن؟ مش عايز ما بشفق عليه لان هو لعب اضطراري النهارده، حاول على قد ما يقدر في المكان الجديد بالنسبه له، ان برضه مش سهل يا ايهاب تلعب في مساحات الملعب مختلفه كلاعب نص ملعب غير ما تبقى ملتزم بخط ساعات والمهام بالظبط مش عارف بتغير بتغطيه عكسيه لا بتبقى مشكله. لكن هو الولد فيه ميزه كويسه قوي اي مكان هلعب فيه وبيحاول يأدي على قد ما يقدر، عشان كده بقول لك انا ده من نوعيه اللعيبه دي اللي بيحاول يطلع كل حاجه عنده في المكان الجديد ده. هو كان الافضل في المكان ده ولا ربما يكون لاعب اخر لو اتحط ناحيه الظهير الايمن كان يبقى افضل النهارده؟ هات لي كده لعيب غيره. نيدفيد؟ لا ما يديش ناحيه اليمين مع انه لعبها لعبها، لكن في المكان ده اكرم
موجوده اعلى اجريسيف شويه انت عايز وبعدين انت في نص في الملعب نص الملعب عايز حد زي كريم يعني اكرم عنده حماس كبير يخش في نص الملعب جامد بيعمل فاولات كتير بياخد انذارات هل في المنطقه الخلفيه ما جاء لاعب في مركز الظهير وبيخش يعمل تغطيه عكسيه في قلب ال 18 احط اللاعب الحماسي اللي بيخش جامد اللي بيعمل فاولات هو لا بس هو في كلام حصل مع اكرم اكيد عشان الفاولات طبعا دي دي, دي ظاهره هو الولد بيحاول يخلص منها لكن هو في نفس الوقت كمان يا هاب ما هو يعني يعني هي مشكله بالنسبه للمدير الفني انت عندك مشكله كبيره جدا المكان ده مش موجود فيه حد خالص فانت بتشوف مين اكتر واحد ممكن يؤدي بعض المهام فيه الى جانب مش عايز اخسر نص ملعبي طبعا ونص ملعبك هو الاهم انت عايز نص الملعب ده هو اللي بيحركك اذا كان دفاعيا او هجوميا فعايز يبقى الشام جنبيه كريم برضو عايز تسيطر على نص الملعب ده بدليل ان السوليه لما نزل لعب ندفد ناحيه اليمين هو بتبقى حساباتها هاب كتير قوي عايز يلعب حد ناحيه اليمين عنده حته دفاعيه كويسه وفي نفس الوقت هو بيفكر في نص ملعب مش عايز في ايده حتى التغيير لما جت مش عايز برضو يتخلى عن نص ملعبه لان النهارده جت فتره على الترسانه هي كانت مستحوذه على نص الملعب. طب الاهلي كان النهارده عنده عدد من اللاعبين ممكن يلعب بالبلدي كده على عدلته اللي لعب على قلبته، يعني كان في اكتر من لاعب زي اسلام محارب لو بدا بيه من البدايه السوليه يعني كان يبقى فرقته فيها القوام الاكبر المستقر بحيث ان انت تخلص من المباراه ما تصعبهاش عليك. هو حسبها بحساب تاني خالص هو حسب ان هو عايز يلعب الناس اللي ما بتلعبش لان خلاص اسلام معروف السوليه لسه راجع من اصابه فالسوليه كان هيلعب في كل الاحوال لو راجع من اصابه ما ينفعش ابدا بيه فالسوليه كان معمول حسابه نفس الكلام اسلام خلاص اسلام ده راجل من الاساسيين عنده فانا اشوف اللعيبه الثانيه صحتها ما ينفعش اهاب في مباراه كاس وابدا برضو باسلام وكده واخلي مثلا ياسر بره ولا محمد شريف بره ولا بتبقى برضو حسابات بالنسبه للعيب احباط تام لكن هو عايز يقول لا مباراه الكاس خد فرصه يعني النهارده احمد الشيخ من البدايه ما انا بقول لك ان احمد الشيخ بقى بعيد هو ده بيدي الاقرب طب احمد الشيخ ولا محمد شريف من الاول لا محمد الشريف رجليه في الملعب بالظبط فهو بيدور على الناس اللي موجوده في الملعب على طول بيستعملها الفتره اللي فاتت ففرصه اديله صفه الاساس النهارده وهو زي ما بقول لك هو شطارته هيأدي ازاي حته الانسجام اتفقنا عليه لكن هو انت ادائك ازاي بتأدي اللي هتطلبه منك ازاي فورمتك عامله ازاي النهارده في الملعب بتحاول ولا لا كل الكلام ده بتحسب عليك لكن النهارده بقول لك انا للمره مليون اللي خلى الشكل لعيبه الاهلي النهارده مش كويس التمرير المقطوع كتير جدا ما هو ده اساس الكره يا اهاب اساس كره القدم ما فيش هم حالتين انا يا كابتن لما اجي بقول لك الانسجام قلت لي لا انا بكلمكش في انسجام انا بكلمك في باص في تسليم وتسلم بعيد عن الانسجام طيب ده معناه ايه لا ما انا بقول لا خطأ لاعب مش انسجام ما هو انا معلش ما هو اللعيب ده لو لبسته ولبسته العادي وخرجته في الشارع ما هيمسك الكوره هعرف ابص عليها وابص على ايهاب سهله جدا ما فيهاش حاجه خالص فتخيل النهارده في المباراه دي بقول لك لو عملت كده حسبه بسيطه هتلاقي كميه مش طبيعيه من التمريرات المقطوعه ما انت الكوره بتقطع عارف اللي بيحصل بتبقى انت المدافع هدف الترسانه الاول ممكن يكون ليه سبب في ده؟ لا طبعا الحسبه بص ايهاب هدف الترسانه الاول بقول لك معظم اللعيبه في الملعب النهارده خرجت تماما بره المباراه اللي دخلت بدري. بدري وغير ان هي مضغوطه فانت النهارده الحمل كان زايد جدا لكن حتى لما بتتعادل وكده لازم يبقى انت شكلك الاحسن يعني الترسانه بقول لك جت عليها فتره النهارده هي ماسكه الكوره في نص الملعب وبتباصها مفيش ضغط خالص في حاله من حاله همدان حاله زهق هو ده اللي حصل النهارده في لعيبه النادي الاهلي يؤخذ عليهم انا بقول لك في لعيبه النهارده يؤخذ عليها النهارده المباراه ما المباراه يا اما تستفاد منها يا اما بتحسب عليك في بعض لعيبه استفادوا المباراه النهارده حتى لو مش في فورمتهم العاليه لكن استفاد وفي بعض اللعيبه الثانيه لا كان لازم احسن من كده طيب انت مباراه الاتحاد يعني خلت الجماهير تخاف او تبقى قلقانه قبل مباراه وفاق الصيف لكن احنا طبعا مطمئنين عارفين لعيبه النادي الاهلي في المباراه الكبيره بتكون موجوده مباراة الترسانة المفروض انها مباراة خفيفة. انت مع ان لما بتلعب بالبودلة او اللعيبة اللي ربما ما عندهاش انسجام او ممكن يبقى مرتين ورا بعض فدي تقلق ودي تقلق يبقى الضغط اكتر على الجهاز وعلى اللعيب. لما لو ريحت نفسك بدري في مباراة زي دي تاخد نفس بدل ما تريح نفسك في دقيقة 89. هي المشكله في حاجه اهي ان انت نازل مباراه انت اللي عايز تبقى انت اللي عايز تحرز اهداف وانت اللي عايز تريح وعايز تكسب اللعيبه اللي ما بتلعبش فوجئت بالعكس هي دي ظروف المباراه بتحتم عليك الشكل اللي فيه انت النهارده لكن هو هسألك السؤال بطريقه ثانيه قول لو لعبت الترسانه لقيت بعض من اللعيبه الاساسيه
اللي هو بيلاقي حمودي ومحارب والسوليه و هيكون استعدادهم النفسي بنفس الاستعداد لما لقوا لسه اللعيبه الثانيه مع احترامي لكل اللاعبين اكتر. هيزيد. بص اللي انا متاكد منه حتى لو جبت كشري على التليفون هم النهارده رايحين يلعبوا مباراه ما فيش ضغوطات خالص على الترسانه، عشان كده النهارده كل واحد بيلعب احسن حاجه عنده، احسن فورمه عنده النهارده ظهرت في لعيبه الترسانه، وطبعا كل التحيه ليهم النهارده وجهازهم الفني، لان مفيش ضغط خالص يا اهل. مباراه الكاس هو مش هياخد كاس حاجتين، ولا هياخد كاس، ولو حصلت معجزه ممكن يكسب النادي الاهلي. كشري قال انا ماشي كويس قوي في الدوري بتاعي، انا بقول لك مباراه الاهلي هتجهزني في الدوري، عايز اعمل مباراه كويسه عشان لعيبتي تاخد طاقه في الدوري. ماشي انا معاك، يعني هو فعلا زي ما انت بتقول. ما انا مش بص مباراه النهارده بالنسبه للترسانه كسبان فيها 100%، مكاسبه كبيره، كل مكاسب النهارده ما انا بقول لك مكاسبه كبيره جدا جدا جدا، اداء ممتاز، ما فيش حد بيتكلم على اداء الترسانه النهارده وحش، اللعيبه كلها منتهى يعني الثقه في السماء، حتى اللي احرز الاهداف النهارده ومقدمين مباراه حلوه قدام النادي الاهلي واحرج النادي الاهلي، لازم نتكلم كده. فكل دي مكاسب لكابتن احمد كشري هتنفعه في الدوري وممتاز به، هو ده اللي بيفكر فيه النهارده. النهارده راح المباراه خسر 5، كان هيحصل ايه؟ خسر 5 ايه اللي كان هيحصل؟ هيقول لك ما هو عادي ده طبيعي ده النادي الاهلي كده، لكن تخسر 5 هتاثر عليك في المسابقه الخاصه ليك انت. انت معايا ايهاب؟ لكن النهارده انت خسران ايه؟ 3-2 من النادي الاهلي اللي هو البطولات كلها عنده ولعيبه النادي الاهلي كلهم، وهو عامل ماتش كويس وعمل ماتش مرتين بالظبط وعمل ماتش كويس. لا كل دي مكاسب ليه هو، لكن انت مكسب يعني عديت خطوه في كاس مصر، ما حصلش حاجه، بعض اللعيبه استفادت، انت خدت فكره عن اللعيب لما يبعد عن الملعب عامل ازاي، عرفت مين اللي ممكن يستفاد، ممكن تعتمد عليه، كل دي مكاسب. هو الذكي حتى لو المباراه النهارده وحشه ايهاب اخد منها احسن حاجه، الترسانه خدت حاجات كتير جدا النهارده، انت بقى خد احسن حاجه مباراه النهارده. في ظل بقى الزخم وضغط المباريات عندنا منتخب اولمبي وعندنا المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي عنده لقاءين يوم 12 و15 مع المنتخب الاماراتي، الكابتن شوقي غريب يعني دلوقتي بيعلن القايمه، ثلاثي حراس المرمى عمر رضوان وعمر صلاح وشهاب الدين خالد، دفاع اسامه جلال ومحمود الجزار ومحمود مرعي مروان النجار، والظهرين احمد ابو الفتوح ومهاب ياسر وكريم العراقي وشريف رضا، في الوسط اكرم توفيق وكريم نيدفيد واحمد سعيد وغنام محمد واحمد حمدي، يوسف جوهري وجيه عبد الحكيم طاهر محمد طاهر ناصر ماهر احمد مصطفى امام عاشور، وفي الهجوم ناصر منسي ومصطفى محمد. انا بقرا القائمه دي وقصد اقراها ليه؟ عشان فيها كام لعيب اللي هم يا دوبك انت هتبدا تعد عليهم وتديهم رايحين منتخب اولمبي، ولعيبتك الثانيه رايحه المنتخب الاول، وبقيه اللعيبه اصابات. طيب ما هو انت احنا اتكلمنا في بدايه الحلقه دي ايهاب، انت في مشكله كبيره جدا. منتخبين؟ لا الاجانب اصابات، يعني ممكن طبعًا. منتخبين متعودين من زمان قوي ان دايما النادي الاهلي معظم لعيبته منتخب، لكن انت كمان في حاله جديده او ظاهره جديده اصابات كتير جدا موجوده، فانت فرقتك كلها هي فين فرقتك؟ منتخبين واصابات، يعني اللي موجود يا دوب على القد، الا لو جبت حد من فرقه كابتن عادل عبد الرحمن هتكمل بيه الفتره القادمه، عشان كده انت في مشكله. لكن الحلو انت خرجت من حاجه النهارده، يعني عديت في كاس مصر من الترسانه، تبدا تفكر في الاهم. فخ الصيف ده الاهم بقى، ده الكلام الصح اللي تبدا تفكر فيه من دلوقتي، وتتمنى ان لعيبتك يبدا يفكر فيه ازاي، يبدا يشوف لعيبته مين اللي هيجهز، مين اللي هيبقى موجود، هيبني على مين، متابع لعيبته في المنتخب لا قدر الله يرجعوا بالسلامه، ويبدا يشوف اموره هتمشي ازاي. هيبدا من اللي هنا هيبدا من اللي هنا، لو في حد مصاب مجهد كده، اذا كان وليد اذا كان احمد فتحي، محتاجين راحه فرصه ومش منتخب ولا حاجه، فيبدا يبص عليهم، وطبعا هيتابع المنتخبين، لان المنتخبين عنده اللعيبه الاساسيين عنده، هيبدا يتابعهم، يرجعوا ان شاء الله بالسلامه، مفيش اصابات، يبدا يعتمد عليهم، هو دايما عينه على كل لعيبته، اذا كانت موجوده عنده موجوده معاه في النادي في التمرين او موجوده في المنتخبات. طب خلينا نرحب بواحد من المديرين الفنيين الكبار في الكره المصريه، صاحب بصمات كبيره وان شاء الله يكون له بصمه كبيره على المنتخب الاولمبي، كابتن شوقي غريب، تحياتي وتحياتي الكابتن علاء مهوب، السلام عليكم يا كابتن. اهلا بيك، السلام عليكم طبعا، كله خير وكابتن علاء، ازيك كابتن شوقي؟ ازيك كابتن شوقي؟ الله يخليك كابتن، وحشني والله. انت كابتن والله العظيم علاء، ربنا يخليك حبيبي، الله يخليك. طبعا انت وحشنا بقى يا كابتن، بس انت شغال يعني في السر اليومين دول، يعني انت شايف كل ظروف الفرقه ملصمه،
والمنتخب الاول عنده ماتشات مهمه، فانت في وسط الزحمه دي كلها بتحاول برضو يكون المنتخب الاولمبي موجود بعدد من اللعيبه وبتشتغل، ومباراتين مهمين جدا امام المنتخب الاماراتي. والله بص يعني انا انت عارف انا ما بجمعش الا ساعه الاجنده الدوليه. تمام. وهو ده المتاح لان عندي لعيبه كتير بتلعب في انديه. فانا لا هقدر ان انا اجيب اللعيبه واخدها لو ما فيش اجنده دوليه ولا احرم الانديه من اللعيبه بتاعتها. تمام. تمام. ويمكن انت يمكن عاصرنا المشكله اللي كانت موجوده بتاعت ماتش الداخليه. بالظبط. اللي كان هيتلعب انا مش عارف كان هيتلعب يعني من وجهه نظري يعني مش عارف. تمام. لكن كان في وسط الاجنده الدوليه وفي وسط السفريه وفي وسط حاجه في وسط الكلام ده وكان صعب انه يتلعب والماتش اتاكل ويمكن تاكيل المباراه افاد النادي الاهلي قبل ما يعني اذا كان اللعيبه كانت فازت معايا لكن افاد النادي الاهلي في الاراك اللي جاي على لعيبته من البطولات اللي موجوده والمواعيد. الحمد لله يعني يمكن انا بعتبر لقائين الامارات هم بيعتبروا اللقاء رقم 7 ورقم 8 في الاجنده اللي احنا حطيناها من الاول في البرنامج اللي انا وضعته واعتمدته من مجلس الاداره وخدت عليه موافقات وعندي الماتشات متسكنه يعني انا مش يعني موضوع ماتش الامارات ده معروف من شهر 6 ومن شهر 5 ان انا رايح الامارات. موضوع ماتش روسيا معروف من شهر 6 ان انا رايح روسيا. السعوديه كل الماتشات اللي موجوده متسكنه ومتسكنه في اجنده دوليه ومباراه بنبلغ بها الاتحاد الدولي ومبلغ بها الاتحاد الافريقي ومعتمده وكل شيء وبنستدعي لعيبتنا الدوليين اللي بره زي احمد مصطفى اللي في جنت. فالحمد لله يعني وفي نفس التوقيت اللي بقدر اعمله ان انا اقدر اساعد الانديه في انها لعيبتها تلعب فيها. انت شفت يوم 8 كان في لعيبه بتلعب شاركت في الانديه كلها في ماتش الكاس، يوم 9 في لعيبه شاركت في ماتشات الكاس، يوم 10 النهارده في النهارده 6 لعيبه شاركوا في دجله شارك مرعي و5 النهارده شاركوا مع النادي الاهلي خلال اللقاء، يعني 6 لعيبه شاركوا النهارده. الفرق كلها في الكاس يا كابتن بتدي، يعني الفرق كلها في الكاس بتدي، شفنا النهارده دجله والجونه فرقتين. دجله كان مرعي، لا يمكن الجونه انا لما قلت لهم اللعيبه انتوا عايزين مين من اللعيبه؟ فهم قالوا لي ان احنا هنلعب الجون الثاني. تمام. الجون اللي هو عمر رضوان ما يروحش معاهم. في النادي الاهلي كابتن محمد يوسف قال لي انا هناخد اللعيبه كلها تشارك. شارك 5 يمكن لما شاركش وحيد ناصر مات النهارده، لكن الخمسه كلهم شاركوا في اللقاء وشاركوا اثناء اللقاء يعني. نفس الوضع هتلاقي يوم ماتش المقاولين طاهر محمد طاهر، يوم مثلا بيراميدز شارك ناصر منفي، يعني في كل لقاء في عندي لعيبه من المنتخب الاولمبي معظمهم كلهم شاركوا في اللقاءات وجم. كريم العراقي ماتش متاكد بتاع النادي المصري، ابو الفتوح بصراحه ابو الفتوح وعمر صلاح الاثنين موجودين معانا وعندهم ماتش بكره هم يعني. تمام. كان القرار ان احنا هنسافر يوم 10 واللي ما بعد يوم 10 مش هيشارك في اللقاءات، وده اللي تم. يمكن اول تمرين هنتمرنه كمجموعه اللي هم ال 24 لعيب هيبقى التمرين بكره باذن الله اللي هيتعمل في الامارات الساعه 6:30 ان شاء الله في ملعب استاد مكتوم باذن الله. كابتن تقييمك للجيل ده، جيل يعني الكل بيتنبأ اللي هو جيل واعد، لعيبه يعني معظمها او كلها بتلعب دوري ممتاز، لعيبه متالقه، لعيبه تاخد فرصه معاك بشكل كويس، تقييمك انت لهذا الجيل ازاي يا كابتن؟ بص انا بعتبر الجيل ده جيل مظلوم. مظلوم. طبعا. لان الجيل ده ما شاركش في 2 كاس عالم. لا شاركوا في كاس عالم اللي هم مواليد 97 ولا شاركوا في كاس عالم اللي هي 99. عمليه المشاركه في كاس العالم للجيلين دول كانت هتدي لكل لعيب لا يقل من 10 ل 12 ماتش او 15 مباراه ما بين ودي ورسمي كانوا يقدروا يلعبوهم خلال مباراه تقيله طبعا مع مدارس مختلفه. ده اللي كان هيكسبهم خبره اكتر. لكن الحمد لله ان احنا قدرنا في مرحله صغيره خالص ان الفريق الاول المنتخب الاول يعني يختار من عندنا 3 لعيبه اللي هو صلاح محسن ومحمد محمود ومحمد صادق من الاسماعيلي. تمام. ومحمد محمود من دجله. دول في اول يعني في اول نتائج عمل لمده شهر. يمكن طلع محسن في الفتره اللي جه معانا فيها الجزائر وجي معانا فيها تونس يمكن في الثلاث ماتشات اللي جم جاب ثلاث اجوان في الثلاث مباريات، ويمكن كان تقريبي
انه انضم للفريق اثناء كاس العالم. يعني انا عملت تقريبي انه انضم اثناء كاس العالم. كان نفسك تشوفه في كاس العالم كان جاهز في ظل اللي كان عندنا مشاكل في راس الحربه في المنتخب في كاس العالم. انا كان نفسي فعلا انا مش هكدب عليك كان نفسي يروح، وخاصه ان هو كان في فورمه عاليه جدا 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 خلال الفتره بتاعت شهر 6 دي. ده كان تقرير رسمي قدمته لهيكتور كوبر والجهاز الفني ولا بشكل ودي ولا لاتحاد الكوره؟ لا 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 انا بقدمه في المشرف عندي الدكتور كرم، وبتكلم مسؤولين زي المهندس ثاني او عربيات او اي حد من الناس المسؤوله اللي موجوده، بكلمهم واقول لهم انا عندي الحاله للعيبه كذا 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 كذا. حتى لما جه مستر مثلا اجيري عملنا قعده، والقعده قعدنا اكثر من ساعتين. الساعتين دول كنا بنتناقش فيهم في طريقه اللعب، في اسلوب اللعب، في اللعيبه اللي هيختارها، في اللعيبه اللي حاطط عينيها للفتره اللي جايه. يعني في اكثر من ثلاثه او اربعه لعيبه تانيين هو حاط عينيهم عليه في الفتره اللي جايه. اسلوب التجمعات، هل انا ممكن احضر التدريبات؟ هو يجي يشوف التدريبات بتاع الفرقه. يعني اتفقنا على حاجات كتيره باذن الله هتبقى في التنفيذ، تحيز التنفيذ، لكن عمليه ان المعسكرات بتيجي في توقيت واحد هي اللي عامله لنا المشكله دي. بس ان شاء الله كلها في حيز التنفيذ. ولكن الكابتن علاء ميوب عايز يمسي عليك بقى. كابتن شوقي طبعا طبعا يا حبيبي حبيبي يا شوقي، بالتوفيق ان شاء الله وربنا يكرمك. جميل يعني. لا ربنا يخليك يا شوقي، بالتوفيق ان شاء الله وربنا يكرمك، ومعاك مجموعه لعيبه انا واثق انهم كويسين جدا، ومعاك طبعا ان شاء الله الامور هتحسن وربنا يكرم كده وتحقق له الانجاز اللي حصل قبل كده، وانا عارف انت قدها ودود يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن علاء، وخدنا من وقتك ووقت ابكي وبشكركم. لا انتوا لا 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 حبايب قوي يعني. ده احنا خليناكم تسلموا على بعض بقالكم فتره بتقابلوا بعض. والله بقالك كتير ما شفوش. والله بتوفيق يا كابتن شاوي ان شاء الله يا رب. يعني علاء اخويا يعني حبيبي يا شاوي، ربنا يخليك كابتن. كابتن بص انا مش عايز اكبرك يعني، بس انت يعني مش اخ كبير بقى، انت واحد من الناس اللي احنا بنحترمهم جدا في كره القدم، واحد من المدربين اللي دايما حابين يبقى معاك فرصه كبيره جدا، لان مكانك الطبيعي والاساسي دايما هو مدير فني للمنتخب الاول دايما، ودايما ثقتنا فيك كبيره. وان شاء الله بعد ما تخلص الماتشين دول تكون معانا هنا بقى في الاهلي الليله ان شاء الله. طبعا طبعا باذن الله يعني، بس لازم القعده بقى واستاذ علي يجي ونعمل القعده بتاعتنا برضه. لا نعمل ماشي نعم. هو موجود يعني. موجود اليومين دول. ايوه يقول لك اخونا يعني لازم ايه نقعد القعده كبيره. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك، حياتنا وبالتوفيق ليك يا كابتن، ربنا يخليك. اتفضل يا كابتن اتفضل. جيل محترم مع كابتن شوقي طبعا جدا، ومباشر جدا، والامل عليه كبير جدا جدا جدا. هو شايف ان هم اتظلموا ما لعبوش كاس عالم، اثنين كاس عالم بقى. ولكن في نفس الوقت يعني اكثر حظا انهم معظمهم بيشاركوا مع الفريق الاول، ودي كانت بتعمل مشكله للمدربين كده، يقول لك انا مش عارف مش لاقي جيل العب. لا 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 هي بص هي دي الميزه يا ايهاب، ان هم كل الجيل ده بيلعب في فرقهم فريق اول، ودي ميزه كويسه. لو نجوم شباك يعني مش بيلعب في فريق اول بالظبط. لا ومساعده كابتن شوقي، مش هياخد وقت ان اللعيبه دي تتاقلم مع بعض ويقدر يشتغل معاهم بشغل عادي جدا، لان كلهم نجوم ونجوم كبيره جدا. عشان كده بقول لك انا متفائل بيهم جدا جدا، بقول لك هيعمل انجاز احسن من ما حصل قبل كده ان شاء الله معاهم. كان في جيل مع الكابتن حسام البدري، جيل مهم جدا، وجيل يعني قلنا هيدغدغ الدنيا، للاسف كانت نتائجه محدوده. ما دغدغتش الدنيا خالص للاسف يعني. هل من كثره النجوم وان اللعيبه يعني، وتسمع تصريح للكابتن حسام ان اللعيبه كانت يعني شبه متعاليه ان هي بتلعب في المنتخب الاولمبي، يعني كانت كلها بتلعب في الفريق الاول او المنتخب الاول بالظبط. هما الحته ان هو لا انا لازم ابقى منتخب اول. لو بصت عندك مش هتادي خلاص، هتاديها تاديت وقت يعني واجب. زي اللي حصل مع كابتن حسام، زي انا بتفق معاك طبعا، الجيل ده كان لازم يوصل، ملوش حل يا هاني. ما هو تسمع الاسماء نجوم كبيره جدا في انديتهم، لكن هما طموحاتهم كان مستعجلين شويه، دايما بيبقى في سنه استعجال. بس عايز بقى اللي هو ايه، لا لسه بدري ويبدا يتكلم معاهم. لكن الجيل مع كابتن شوقي ده نوعا ما كده لا واخد الامور بهدوه شويه. كابتن كلام كتير جدا في الفتره اللي فاتت بيتقال، لكن هقف معاك عند موضوع للنقاش. موضوع معاك للنقاش هو لاعب شمال افريقيا، مصر، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر. شمال افريقيا ان اللاعب يعتبر لاعب محلي، يعني يطلع لاعب من مصر يلعب هناك، يعني وليد ازار وعلي معلول يعتبروا لعيبه محليين. بالظبط. شايف الموضوع ده ازاي؟ هو بص كل قرار جديد او كل فكره جديده فيها الحاجه الصح والحاجه الخطا. تمام. الصح ان هو هيساعد الانديه الكبيره.
ده اكيد هيساعد اهلي زمالك اسماعيلي مصري سموحه ممكن انبي اللي عنده قوه شرائيه كويسه لكن مش هيساعد بقى الفرق. بس انا عايز اقول لك حاجه برضو فضل. ان الاسعار في شمال افريقيا عارف بتقل مننا بكتير ده عارف. احنا اللعيبه عندنا عدت عدوا من زمان عشان كده يعني... بقول لك اللي عنده قوه شرائيه كويسه هيقدر يستفاد كويس لكن ممكن القوة الشرائية دي تنعكس هنا التضخم المالي بالظبط لسه كنت اقول لك لسه كنت اقول لك هو ما هيقول لك ايه طب ما انا اجيب لعيب سعر مش زي اللي هنا المغالاه قوي يعني هي النقطه دي ما اعرفش كان فكروا فيها ولا هي جت كده هي تونس خلاص اقرتها لا انا فتحت الباب هي هتفيد هنا هتفيد السوق هنا يعني انا حاسس انت بتقول ايه هي جت كده ولا هم كانوا قاصدينها لان احنا ما بنفكرش ما اعرفش والله يا جلاله ثانيه واحده لو فكروا فيها او جت كده في كل الاحوال هي مفيده ليك هنا لان اسعار اللعيبه بقت مش طبيعيه هنا ماشي اوكي اللي يستحق لكن في مغالاه قوي في الاسعار عشان كده النقطه دي جت هتساعدك انت هنا هتساعد لانك انت سعرك هنا يبقى عالي طب ما انا عندي جزائر وتونس ومغرب ممكن ابقى لعيب دولي كمان ولاعيب كويس طبعا هجيبه بسعر كويس مزبوط. فهو دي اللي هتعمل تقدر الكفه تاني لما يبقى الفرق الكبيره فيها 3 4 لعيبه يعني ما يعتبروش اجانب والفرقه هتستفيد طبعا لكن الكره المصريه والمنتخب لسه هقول لك بقى ده الحاجه اللي مش حلو منتخبك هيتضر غصب عنك لان انت لو كل فرقه هيبقى فيها كام لعيب لا احنا قيس لك على دلوقتي قيس اتفضل واحنا دلوقتي في احتراف وبيعتبر اللاعب ده لاعب اجنبي كويس الفرقه الكبيره كلها المهاجمين اجانب كويس احنا مش لاقيين سترايكر ما فيش لا مركز بقى لا مفيش هو مروان بس واحمد علي واحد مصاب وبنحاول نبقى عليهم وخلاص على كده بس عشان كده بقول لك انا ال 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 الفرق هتتضر المنتخب هتضر في كده يعني شمال افريقيا كله مش ما بقاش اجانب فكام كل نادي عايز يستفاد مثلا بثلاثه اربعه خلاص الى جانب محترفينك فكده كام 6 7 في 5 6 في كل فريق طب كام واحده من الدوري المصري انت عايز تستفاد منه عشان منتخبك هي زي ما ليها حاجه كويسه فيها حاجه وحشه الى جانب طبعا. بقى اتفضل لا طبعا الى طبعا. جانب الفرق بقى اللي مش هتعرف تدفع مش عارف ادفع بس هو هيستفاد في حاجه ان هيقدر يشتري لعيب بقى مصري ايوه بسعر معقول انت فاهمني يا هاب هيقدر بقى خلاص لان خلاص ما هو كل الفرق هتبص على عايز يستفاد وطبعا القرار ده قرار صائب جدا لكن الذكي هو اللي هيعرف ياخد كل حاجه صح من القرار ده طب انت لو تمتلك انك تعدل او تحط القرار بالشكل الامثل هل هتعمل عدد معين ولا تسيبها مفتوحه ولا اشتغل ازاي يعني لاعب شمال افريقيا يعتبر محلي مفتوحة. هل يتحدد بلاعب باثنين انا شايف ان هي مفتوحه مضره لما يبقى العدد كده زي ما تقدر انا شايف ان هي مضره لان اي نادي ممكن سهل جدا اقدر اجيب 5 6 لعيب ليه لا انت فاهمني واجيب 2 افارقه كمان يبقى 7 فاهمني يبقى انت كده بتلعب زي عارف زي فرق في انجلترا كده فلسطينيين واثنين مع احترام لجميع سوريين يبقى انا كده بلعب بال11 وبالاحتياطي في فرق في انجلترا يا هاب في الدوري الانجليزي ما كلهم ما فيهمش واحد انجليزي فيمكن يكون دي هي دي الفكره هيبقى عندك دوري قوي ده مليون في الميه اكيد ان الدوري المصري دوري قوي وخلاص الانظار كلها هتروح الرجاله المحترفين يبقوا يلعبوا المنتخب مصر وخلاص احنا كده لكن عشان تطلع بقى لعيب يفيد منتخبك او منتخب بلادك هنا هي دي تبقى مشكله اللي قدامك طب هل لما يبقى عندي تنافس وعندي قوي دوري قوي بالشكل ده عدد اللعيبه اللي بيلعبوا في الدوري المصري ممكن يكونوا قلوا شويه لكن يبقوا لعيبه جامدين قوي يفيدوا المنتخب زي المنتخب الانجليزي مثلا السنه دي في كاس العالم شفناه بيأدي كويس رغم ان الدوري الانجليزي ظالم لمعظم لعيبه الانجليز نفسهم هي دي ممكن تبقى الفكره اهي انت عايز دوري قوي قوي ولاعيبه كلها تبقى اجانب وغير اجانب اللي هم شمال افريقيا وفي عندك المصريين ممكن قوه الدوري دي تطلع لك اللعيبه انت بتدور عليه بس هيبقى العدد محدود عشان بس نبقى منصفين شويه العدد هيبقى محدود اللي هيستفاد بقول لك الانديه اللي ما بتقدرش تدفع فلوس كتير لان اللعيب المصري هيبقى موجود والاماكن هتبقى موجوده ممكن وقتها انا اقدر اشتري لكن انا من وجهه نظري الفكره لو اتطبقت صح او اتاخدت بالحاجه الايجابيه اللي فيها هتبقى مفيده للدوري هنا في مصر للدوري في مصر لان معظم لعيبه شمال افريقيا لما هيجي الفرصه ويجوا يلعبوا في منتخب في الدوري المصري اعتقد هيرحبوا جدا كمان
عارف دلوقتي الخبراء بقى في الدول دي، الخبراء عمالين يبصوا في الدوريات مين لعيبه كويسه اللي نبدا نبص عليها. بدأوا خلاص. فانت كخبير بقى بتبص فين دلوقتي؟ انا والله بصيت بقى يومين خلاص. بس بتجهز تبص برضه. بصيت بقى يومين خلاص. لا ربنا يسهل ان شاء الله في حاجه كويسه ان شاء الله رب العالمين. الكلام يعني على 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 الترابيزه بتاعتنا هنا في قناه النادي الاهلي، انت عارف انا بتكلم معاك بندردش. ما بنحضرش حاجه والله حاجه خالص، ولكن كلامك كان للجمهور واضح ان في ثلاث صفقات كويسين. كابتن سيد عبد الحفيظ من فتره طلع قال يا جماعه في صفقتين خلاص النادي الاهلي خلصها. الجمهور بعض التقارير الصحفيه بتقول لك ما فيش الامكانيات الكبيره في النادي الاهلي ان تيجي صفقات تقيله بارقام كبيره بعد فسخ عقود الرعايه. انا بتكلم بصراحه. الموقف ايه؟ تقول للجمهور ايه؟ لا طمنه، كل صفقات اللي النادي الاهلي عينه عليها هتيجي. ما زادوش واحد، ما بقوش اربعه. ما بعد القرار ده يبقى اربعه خمسه كمان. لكن لا واقفين ان شاء الله صفقات كويسه جايه في النادي الاهلي، والحته التمويل بتاعه موجود. ما فيش في مشكله. ده كلام مهم عشان اكيد ان شاء الله. ما فيش اي مشكله فيه خالص. ان شاء الله رب العالمين. اكمل معاك في الصراحه، في ازمه بينك وبين الكابتن محمد فضل؟ تصدق دي عارف في اخبار كده او مش اخبار في بس لازم اقول يعني. ايوه لا طبعا. انا كويس، انا عارف. انا مبسوط انك قلت كده. في حاجات كده ما رضيتش اكلمك في الحاجات دي قبل الهوا. هتقول لي مثلا انا مالهاش لازمه نتكلم فيها خالص. انت تبقى شايفها ايه حاجات عليا، بس انا عشان الناس بتسالني وبشوف الحاجات دي مكتوبه في حتت. في حاجات انا حابب ان اتسال فيها. طب قول لي. طيب والله العظيم يعني في حاجات انا مبسوط انك سالت الوقت، عشان دي حاجات ضرب من الخيال. استحاله هو خبر كده نزل في موقع ما ان في مشكله وانا هنتقم. بس كان على لسانك خالص. استحاله. انت ما قلتش. نهزر. وانا هقول لك الخبر على لسانك. وانا اقول لا ما سهل جدا. بس صرح على ميهوب واكتب اي حاجه. لا مش سهل، ما انت ممكن تكون دردشت وقلت عادي. وليه على اساس ان انا صغير ولا ايه؟ وبعدين انا يوم ما دردش هتكلم على فضل وعلى اي حد؟ فضل بالنسبه لي اخويا الصغير حبيبي يعني. انت جايب كمان واحد علاقتي بيه ممتازه. لا علاقتي بيه ممتازه من زمان، بيعمل كمان فضل. انا مرنته وهو لسه ناشئين في عندنا في النادي الاهلي وما لعب فريق اول، كنت انا موجود معاه في الجهاز. الى جانب علاقتي الممتازه بيه، ده من الناس المعدوده اللي انا علاقتي بيه حاجه ما ينفعش تتكلم عنها. عشان كده استغربت وضحكت الوقت بقول لك. اقول لك حاجه اهي، لو انا قلت هقول لك انا قلت. أنا الحمد لله ما هو وش واحد بس. الكلام راح في سكه ايه؟ الكلام راح في سكه ان علاء بيحاول ينتقم من فضل عشان فضل تنتقم. انتقم ايه؟ في حاجه اسمها انتقم في ايه اساسا؟ ليه تنتقم ليه؟ ما اعرفش يعني الذكاء يقول ايه؟ انا وفضل شغالين كل واحد في حته، في الاخر بنتجنب يعني بتجمعنا حاجه ان احنا بنخدم الفريق الاول في النادي الاهلي. تمام. وشغلي كل واحد دوره معروف. ما هو ده اللي جننك. شغلي وشغل الناس اللي معايا بقيت كل البعد عن فضل. من الخبرات يعني بسم الله ما شاء الله احتضان، وفضل عنده من الذوق والادب. فضل بقول لك شخصيه يعني حاجه حدث ولا حرج. شخصيه جميله بجد والله، وتليفونات على طول يوميا، حتى الكلام ده ما بيتفتحش خالص بيننا. يعني هو ما كلمني قال انا بعمل لجنه فيها 1 2 3 طول دول كويسين وي وي. قال لي بقى نقعد مع بعض يا كابتن عشان اللجنه بتاعتك واللجنه بتاعتي خلاص احنا كل واحد. انا بعمل حته صغيره كده بشوف. فضل بيعمل اخر حاجه حته التعاقد او المفاوضات مع اللاعب نفسه في الاخر. احنا كلنا شغالين في اطار ان احنا مع الفريق الاول وفرق الناشئين بس. يا خلص زي ما بيقولوا كده، خلص الكلام بس. مفيش مشكله. انتوا ما اتكلمتوش انتوا الاثنين في الكلام ده ولا حتى يعني؟ لا. ولا هو فتح لك كلام وانت قلت له؟ من كتر ما هو الحاجه في اهم ممكن في اخبار تسمعها، من كتر ما هي غريبه وسخيفه ما ينفعش اناقشها. انتوا بينكم ممكن تبان ده، انما انا كان لازم اقول لك. لا والله العظيم والله كمان مره انا مبسوط انك قلت كده. لان انا اصل احنا مش ملايكه وانا مش ملاك. انا اكيد في ناس بحبها وفي ناس ما بحبهاش. تقول مين بقى ما بتحبش؟ مش وقته. لو قلت مثلا كان في مشكله بينك وبين فلان وفي فعلا، هقول لك في مشكله. طب انت عملت مشكله مع فلان ليه؟ عشان فلان ما كانش كويس. لا والله خالص يا ايهاب وحياه ربنا. اصل انت جاي بقول لك في ناس ما ينفعش اللي هو تحصل مشكله بينه وبينه، ما ينفعش خالص. وبعدين ده من الناس بقول لك انا قريبين جدا ليا وبحبهم جدا جدا جدا. بقول لك لعب معايا في يعني مفيش اكتر من كده يعني. هو فضل بيعتبرني اخ اكبر ليه، وهو ما كان فريق الاول علاقتي بيه مش طبيعيه. فضل لما كنت انا شغال في الجهاز وكده، فلا فضل كده من الناس المعدوده اللي انا بحبهم حب. انتوا لاقيين على بعض قوي في الشغل.
يعني انا عارف الكاركترين والشخصيات و... انت في خالص يعني... مفيش حاجه خالص حاجه خالص انت كل اللي بتعمله بتحاول. البرواز شكله حلو قوي. البرواز جميل بس بص في حد دايما عايز خدش في البرواز المشكله وبعدين عارف الخبر وحش في ايه انك لما تيجي على مشكله خليك ذكي اعمل مشكله بين اتنين فيهم حاجه في شغل بينهم او الاتنين في نفس المكان يعني مثلا ايهاب وعلاء في نفس القناه في نفس الشغل لما احصل مشكله تخيل ده ايهاب كان بيقول على علاء انما انت بتتكلم في حاجه انا شغال فيها بقالي دي ثالث سنه فاضل لسه جاي بافكار جديده بلجنه جديده اهلا وسهلا موضوع بعيد كل بقولك بعيد كل البعد بنلتقي في حاجه واحده بس بخلص شغلي فاضل احنا شفنا الراجل ده واعمله كذا 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 الجهاز قال فاضل ومجموعته يبدا يشتغل بس يا ايهاب اللعيبه اللي انت اخترتها الجهاز وافق عليها ولا لسه لسه ما عدناش خدنا النهائي لكن في بعض في لعيبه في قطاع الناشئين الحمد لله خدنا بيهم خدنا بيهم موافقه وفضل اللي خلصوا في قطاع الناشئين بره الاهلي بره الاهلي خلصناهم لعيبه ممتازه كلها زي ما اتكلمت معاك قبل كده في الحلقات احنا بنعمل جيل صغير كده على اساس انا عايز اقف معاك برضو هنا هنقف بس عشان اقول لك حاجه بس واللي خلص المجموعه اللي احنا خلصناها دي اللي المجموعه بتاعتي انا اذا كان حمدي ولا كابتن ناجي وهشام ونزل كويس فضل هو اللي خلص كويس ولسه متكلمين اول امبارح حلو جدا فضل. انت بتؤكد ان الدنيا تمام وزي الفل واحنا واضح بس عارف تاكيدك برضو زياده ده يقول لك ما هو عمال يقول لك اهو فضل وفضل وفضل انت بتاكد ان ايه لا مش عارف خالص والله طيب جمهور الاهلي يقول لك تمدين لي فرقه ل 2022 انت هتلعب كاس عالم انا عايزك هنا دلوقتي انا عايز بكره انا عايز يناير انا عايز لكن اكيد استراتيجيه انك انت يبقى عندك قاعده من تحت بالزبط. وهي المواهب اللي كده كده هتكبر وانت هتبص عليها فهي عندك من دلوقتي انت عندك من الوقت ما شاء الله نجوم كتير جدا في الفريق الاول صح مظبوط الطبيعي والذكاء ان انت تفكر في بعد كده ما هو دايما الناس بتفكر يا ايهاب بعد كده بعد وقت علاء وايهاب وفلان وفلان كويس ايه هو بيقول لك ان انت ما عندكش فلوس تشتري دلوقتي فانت بتجيب ده بالامكانيات المحدوده وبعدين نبقى ان واحده واحده انا بقول لك انا ماشي اللي الناس بتقوله وحياه ربنا انا سعيد جدا باللي انت بتقوله وتحت امرك وتحت امر الجماهير النادي الاهلي في كل الاسئله انت ما بتجيبش لعيب معين بسعر بسيط انت بتجيب موهبه انت شايف ان هي السنه الثانيه بالكثير قوي هتبقى فريق قوي في النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي وعارف يعني ايه نادي الاهلي ده سنه اتنين كون النجوم اللي عندك اللي هي شايلاك دلوقتي يكون خلاص معدل السن الطبيعي بدا هنبدا بقى نشوف حته الاحلال والتبديل بيحصل ده ده طبيعي في الدنيا طبعًا. كلها بس الذكاء اجمل حاجه انك تدخل اللعيب الصغير ده على تيم مكتمل ولعيب في لعيب كويس ويبقى قدامه نجم شايفه طبعًا. زي احنا كان بتحصل معانا بس بيحصل معانا كده بالبركه في اتنين ثلاثه في ال 19 سنه كويسين طب ايه اخبارهم ايه يطلعوا فريق اول نطلع طالع بقول لك انا كنت حكيت لك نجوم اللي هو كنت ما بشوفها بروح احكي لاصحابي انا النهارده تخيل النهارده قابلته فلان فاهمني فانت غير يعني بتعملها بس بطريقه علميه صح ان انت تطلع النجم ده الصغير ده اللي هو هيبقى ان شاء الله نجم كبير ويبقى ضمن مجموعه نجوم كبار او هو بيتمنى بيقول يا سلام لو ابقى زي فلان ابقى زي فلان ده بالمجموعه دي ابدا اتمرن معاهم اشوفهم عايش معاهم ما عنديش فيها مشكله لما يبدا بقى بعد كده جه وقته مفيش مشكله خلاص الاعلام الجزائري والصحف الجزائريه عامله حاله من الحماس الغير عاديه للفريق هناك الاتحاد كسب الاهلي 4 الاهلي مش في ظروفه الكويسه نفس الوقت بيواكب نفس من سنه 88 نفس اليوم 23 اكتوبر الوفاق الصيف كان كسب الاهلي 2 فالناس بتهيئ الامور بشكل كبير في ظل ان في الاهلي التعثر امام الاتحاد الفوز على الترسانه يعني شميت النفس شويه لعيبه المصابين بتجهزها لعيبتك رايحه المنتخبات ومباراه قويه جدا جدا عايز بسمع رؤيتك وفي التحضير ليها هقول لك هو من حقه يعمل اللي انت قلت عليه ده من حقه لازم هيبدا يعمل كده لان هو عارف مدى قوه النادي الاهلي فيبدا قبل ما يلعبك بيحمس فريقه وجماهيره ويبدا يوصلك انت رسائل ان انت ايه انت مستواك وحش انت بتخسر انت 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 غصب عنك ما الناس كلها العالم كله متفتح على بعض دلوقتي هو عنده دي هيشتغل على دي بس لما يجي يشتغل على دي انت هتشتغل على مين ده ما شاء الله انت بتشتغل على سيد افريقيا كلها هو عارف هو بيعمل ايه مستر كارترون واللعيبه والجهاز عارفين بيعملوا ايه عارفين ان في فروقات كبيره قوي بين الترسانه وبين مباراه الاتحاد مع احترامي الكامل ليهم وان انا رايح العب في الجزائر الموضوع مختلف تماما يا اهي فاكر بقول لك احنا بنكسب روح قلبين الصفحه
انت بتخلص كل ده انت بتبعد بقى خالص عشان انت عندك خطوه واحده بس ان شاء الله وتوصل في الفاينل. فاينل انا شايف حاجه كده. اتفضل. انا شايف مبادره نافعه. قول. يعني شايف ان 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 هزيمه الاتحاد دي مفيده جدا للنادي الاهلي. بالظبط بالظبط. انا شايفها كده وانا معاك وانا بقول لك كويس ان هي جت في مباراه دوري بس. وكويس ان هي جت الوقت بس كويس. لو انت خد بالك انت معرض تخسر بس انت غصب عنك وليك وقت في تجميع الاخطاء مش ماشيه معاك الحظ مش معاك. لكن اللي هو اللي هيريحك ايه ان انت ان شاء الله توصل مباراه الجزائر فرقتك كلها سليمه. انت بتتمنى كده دايما الفرقه الكبيره بتتمنى ان كل نجومها يبقوا سلام في المباريات المهمه الحاجات المصريه دي. انت تقول يا رب كل نجومي تبقى سلام. فانا اللي متاكد منه ان شاء الله النجوم كلها هتروح الجزائر سليمه مركزه عارفه هي رايحه فين عشان كده مفيش قلق. لكن اللي انت قلته ده عن الصحف الجزائريه صح جدا 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 ويا ريت يوصل للعيبه ويوصل للجماهير. الرساله دي بقى بوصل الاعلام بتاعنا لسه بقول لك انا يوصل يعني يوصل طبعا لازم. بص اهي لازم تعرف دايما المنافس بتاعك بيفكر ازاي. هو بيفكر في كده الوقت ما هو عشان تعرف ان هو مراقبك كويس قوي شايفك خلاص شايفك ما هو شايفك خسر خسر. طب انا ابدا اشتغل نفسيا من دلوقتي على اساس لما يجوا الجزائر يبقى انا فرقه. هو لما يقول لك كسب الترسانه والترسانه كان بتفكر مش اقول لك انه كان بالبودر. لا 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 اقول لك ده الاهلي ماتشه الثاني كسب بالعافيه الاهلي هو زي ما اقول لك ايه الاهلي بس خسر من الاتحاد بس الاهلي بصعوبه كسب الترسانه اللي هو في ممتاز به مع احترامي الكامل للترسانه وتاريخها. هو هيلعب على دي هو مش بيلعب دي عشانك انت هو بيلعب دي عشان جماهيره هو تبقى في قمه حماسها اللعيبه اللي هناك تزيد قوي يقول لك ايه ده طب ما الاهلي ما ممكن يخسر لكن ما يعرفوش انا اهلي. هو مش عارف اي اهلي اللي رايح له الجزائر لكن هو الاهلي بالظبط ما هو الاهلي بقى. لكن الاهلي اللي موجود هنا واللي حصل في المباراتين دول انا بقى بوصل لهم رسائل ان مش ده الاهلي اللي جالكوا في الجزائر ابدا ان شاء الله اهلي رايح يرجع ببطاقه التاهل للنهائي ان شاء الله رب العالمين تبقى بطولتنا. انا بحب كلامك عشان دايما اجي الحلقات اللي بعكوا لك فاكر لما قلت الكلام ده ان شاء الله ان شاء الله لا وان شاء الله دايما ان شاء الله بخير. ايه السؤال بقى اللي انت كنت متوقع اساله لك او نفسي اساله لك بقى طالما بنتكلم كده وانا ما سالتوش؟ والله ما في حاجه اسال وجاوب عادي. والله ما في حاجه خالص هنا. والله بحب لك بلا مش حاجه خالص. ما هو بص في ميزه بينه وبينك انت ولا بتحضر اسئله وانا كنت قاعد معاك جوه دلوقتي حتى ما قلتش احنا هنتكلم في ايه خالص انا بسيبك كده انا عارف اسئلتك عارف انا ما برضاش احب اقول لك مثلا حته زي حته اتفضل عايز اقول لك عليها بره طب ادخل اتكلموا عليها ممكن اقول ايه بلاش تكلم عليها الهواء انا لا. ببقى حابب عشان الناس انا لا انا بالنسبه لي لما في حاجه زي كده وبتتكلم فيه انا ببقى حابب الناس كلها تعرف الحقيقه. بص اهي مواقع كتير جدا والسوشيال ميديا حاجه مميته اما يطلع الكلام بقى من صاحب الشأن بس اهو خلاص صح. طب انت في ايه بعد كده؟ انا طلعت قلت 1 2 3 بس في بعد كده الكابتن خالد العوضي والكابتن حمدي الصافي. الله اختم حلقتك وقدمهم عشان واضح ان خالد العوضي مستعجل عايز يدخل فسعيد بوجود معاك اياب وان شاء الله كاميرتك بقى عشان تختم سعيد بوجود معاك اياب وجماهير النادي الاهلي الجميله بستنى كل اربع فعلا بفارغ الصبر ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي على خير ودايما الاحسن والاقوى وكل حاجه حلوه جماهير النادي الاهلي. شكرا